السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح نجرب واحد من اقوى الكومبوهات باللعبه، او ممكن نعتبره اقوى كومبو على الشخصيات الصغيره او الوحوش الصغار، واللي هو الكومبو بين شخصيه فينتي وشخصيه اياكا. شفت اشخاص يعني هواي متحمسين هذين الشخصيتين، وبما انه هذين الشخصيتين عندي راح اراويكم قوتهم الى اجتمعوا. طبعا تشوفون كل شيء سهل ويا فينتي. حركة فينتي حركة أسطورية، وأشوف هواي من الأشخاص ظالميها ويعني كلش مظلومة هالفترة، لأنه يحسبوها إنه ما بيها فائدة لأنه أكو شخصيات تعوضها نفس الشخصية السكروس. أوكي يا شباب راح أراويكم الكومبو الرهيب بهذا الدنجل. شوف يا شباب حرفين أجي هنا أضرب الألتيميت واستمتعوا بالأرقام. شوفوا يا شباب الارقام. اوكي وشوفون تلاحظون انه الالتيميتين الثيناتهم رجعوا، ويعني حتى بعد مراجعات الوقت ما مخلص مالاتني كول داون لكن رجعوا. فما ادرس في شحتي. شوفوا باقل من دقيقة قدرنا نخلص الدنجن ويا شخصيتين بس، فما ادرس في شحتي. خل نروح نجرب على مجموعة ثانية. اوكي جينا لهذا الدنجن مالت ارتفاكت الكهرباء. هسه يشوفون بس ارجع الالتيميت مالت فينتي، وهسه رجع اهمس الالتيميت مالت فينتي التيميت اياكا واستمتعوا بالارقام. حرفيا ما اقول شيء غير استمتعوا بالارقام. اوه ماتت. يب لان هذا الدنجن طبعا عليا مالت الكهرباء فلذلك تتدمج. بس هذا يبين لكم جزء من قوة هذا الكومبو. اوكي هسه راح نجربه يا شباب الكومبو على تشايلد. شوفون تشايلد واقف بالنص. اوكي خلينا نسوي عليه التيميت فينتي. بعدها نجي بس اخلي عليه تفاعل على مود الدمج اكثر. ويب انا ما يستحق الالتيميت لكن بس ابدراويكم التيميت اياكا. شوفون راح يختفي. اوكي يا شباب هسه شوفون رجع لنا مالاتنا الالتيميت. هسه نريد نضرب تشايلد. شوفوا يا شباب شوفوا الدمج راح يموت حرفيا. اوكي يا شباب هسه راح نسوي عليه الالتيميت ونشوف يا رب ما ينتقل. شوفوا يا شباب هذا الكلب حرفيا بس سوي عليه اي التيميت ينتقل. اوكي هسه بس التيميت مالت اياكا اوريدي هو راح يموت بس ويا التيميت اياكا. اوكي وهيك نكون هزمنا تشايلد. نشوف البعده. اوكي يا شباب هسه يشوفون هذا نسوي مالت اللي لاين. اوكي هذا هو انتهى. الباقي الاعداء راح ينجذبون ويموتون ايضا، وبهذا نكون خلصنا. شوفون يا شباب هذا الكومبو بين اياكا وفينتي كومبو حرفيا يعني غريب هيك اكو شيء قوي، كومبو كلش قوي بيناتهم. اوكي راح نجرب هذا الكومبو بالابيس الطابق التاسع. فشوف نجمعهم التيميت فينتي، بعدها نسوي التيميت اياكا، وبهذا نكون خلصنا من هذول الاعداء. وتشوفون اصلا التيميت الثاني راجع، يعني ما ادري صراحه يا اخي احس هذا المقطع كله بس تطبيل لهذا الكومبو. اوكي شوفون مثلا يلا ثاني مره كالعاده همات نسوي التيميت فينتي والتيميت اياكا، وهمات انجذبوا لبعدهم ولبعدهم وهمات رجع. شوفون يا شباب الالتيميتين تقريبا رجعوا قبل لا اصلا يخلص مالتن التايم، يعني الوقت مالت الرجوع مالتن قبل لا يخلص احنا اصلا عندنا الالتيميت. ويلا يا شباب نسوي الالتيميت مره ثانيه وشوفوا، وبهذا اعتقد نكون خلصنا طابق كامل شخصيتين بس، وحرفيا بس اثنين التيميت لا ثلاث التيميتات. اوكي يا شباب هسه سوى هذا الالتيميت على الروم الاعداء الموجودين ما راح يتاثرون هواي، لكن بس اريد اشوفكم وياه. طبعا راح اجرب على الطوابق الاقل على مود بالنسبه للاشخاص اللي بعدهم ليفلهم ناصي يشوفون قوه هذا الكومبو وباقي المستويات. طبعا للاسف ما فاتح الطابق ال 12 ولا ال 11 على مود اجرب فيه، فلذلك راح اجربكم اياه باقوى طوابق واللي هن القبل هن الثمانيه والسبعه ايضا راح نجرب.
اوكي على الرغم هذا الطابق ما لازم اسوي بيه الالتمت، لكن هي ما راح اسوي. اوكي هيتشيل سوي التمت ديفينتي والتمت اياكا، وهذا الاول مسح. للاسف الثاني كان بعيد عنه وعنده هذا الدرع، فلذلك ما ينجذب للالتمت مال ديفينتي. اوكي يا شباب هسه وصلنا لهذا الطابق، اريد اراويكم الالتمت، بس خلنا نجنبها دور بعدها نسوي الالتمت مال فينتي التمت اياكا واستمتعوا. حرفيا بس اقول لكم استمتعوا وخلص الطابق. واو يعني لا انت حرفيا يعني مستواك مو بالاند جيم، يعني مستواك مو كلش كلش عالي، انصحك تجيب فينتي واياكا، او تجيب فينتي او اياكا، واحدة من ذني الشخصيتين كلش قوية وراح تفيدك بداية اللعبة. وايضا خاصة فينتي نصيحة خاصة انه لا انت بداية اللعبة لازم تجيبه، يعني لا عندك كازوها ممكن لا تجيبه، لكن لا ما عندك انصحك تجيب فينتي. فاوكي يا شباب لهنا وصلنا نهاية المقطع، المقطع عبارة عن تجارب، اتمنى استمتعتوا. وايضا لا عندكم كومبوهات تحسوها اسطورية كلش قوية اكتبوا لي اياها جوا بالتعليقات، واكثر تعليق عدة لايكات وكاتب مجموعة من الشخصيات ان شاء الله راح اسوي مقطع نجرب هذا الكومبو، راح اسمي هاي السلسلة تيمات المتابعين او كومبوهات المتابعين، بعدين نختار لها اسم. فلا تنسونا من لايك واشتراك بالقناة، ايضا رابط انستغرام مالتي جوا بالوصف. حاب اذكركم قبل ما ينتهي المقطع انه حاليا اكو مسابقة على حساب جينشن امباكت بشخصية الرايدي شوغن. فكرة المسابقة انه تتابعني على الانستغرام، رابط مالتي الانستغرام جوا بالوصف، تدخل تروح تتابعني تراسلني بالخاص، تكتب لي انه او ترسل لي اكثر مقطع ضحكك بالفترة الاخيرة، وهان ان شاء الله بعد كم يوم راح اشوف مقاطعكم ضحكتكم، واكثر مقطع يضحكني راح يفوز بالحساب. واتمنى يا شباب ما حد يكتب لي ليش ما اشوف مقطعي او لا، او ليش لحد الان ما شفته. يا شباب مقاطع راح اشوفها بس من اصور، فما راح ارد ولا راح اشوف اي مقطع مرسول بالخاص على ود، يعني من اجي ارد اصور مقطع يصير ردة فعل صدقية واضحك عليه، ما اريد اظلم واحد، فهاي النقطة حاب انوه عليها. وايضا اتمنى تكتبوا لي يا شباب رأيكم بالتيم مالت فينتي واياكا، هل عاجبكم وهل انت عديك ذني الشخصيتين، ومنو الشخصية اللي راح تجيبهن بين فينتي واياكا. ويه مع السلامة.